لدينا تقارير طبية على وجود أكثر من 2000 مريض يتلقون العلاج من خلال غسيل الكلى، ويتوقع ارتفاع العدد إلى 100% بحلول عام 2023، ويعز ارتفاع معدل الإصابة بمرض الكلى المزمن في الإمارات إلى انتشار مرض السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم. وعشان كذا أوجدت هيئة الصحة طريقة جديدة يمكن من خلالها توفير غسيل الكلى في البيوت. للحديث أكثر عن هالوحدات نستضيف الدكتور خالد محمود، أخصائي في طب الرعاية الحرجة. مرحبا بك دكتور، وحياك الله في صباح الخير يا بلادي. أهلا بحضرتك. يا مرحبا. بداية حابين نتعرف أكثر عن هالخدمة المنزلية وعن هاي الوحدة لغسيل الكلى في البيوت. في الحقيقة احنا اكتشفنا ان في زي ما حضرتك قلتي أكثر من 2000 مصاب بالاحتياج للغسيل الكلوي. صحيح. ولذلك بدأنا ان احنا نفكر في NMC بروفيتا، ان احنا نعمل الغسيل الكلوي في البيوت. احنا عارفين ان مريض الغسيل الكلوي بيبقى عنده سبيكترم واسع من بعض الامراض، فحرام او تعبان انه يتنقل لحد البيت ويرجع تاني. اكيد. فوفرنا له الغسيل الكلوي، وحدة خاصة بكل مريض للغسيل في البيت. يعني هاي من الأسباب اللي خلتكم توجدون هالنوع من الوحدات والخدمات المنزلية لمرضى الكلى المزمن. بالضبط حضرتك، دي سبب من الأسباب، وطبعا التكاليف، والأهم من كده إن الالتهابات أو الإنفكشن ريت بتبقى أقل بكتير، إن كل مريض عنده مكنة غسيل خاصة بيه غير ما يبقى مكنة واحدة مشتركة بين أكثر من واحد. حابين نتعرف أكثر عن طريقة استخدام هاي الوحدات دكتور. الوحدة دي بتثبت في بيت المريض، هي بتأدي نفس الغرض اللي بتأديه الكلى الطبيعية. الكلى الطبيعية زي ما هي معروف بيعدي عليها الدم، وفيها فلتر ربنا خلقه بيعمل فلتريشن أو بينقي الدم من كل الشوائب اللي بتطلع في الهضم وكده. مكنة الغسيل بتؤدي نفس الوظيفة، فيها فلتر صناعي متركب فيها بيعدي عليه الدم، بيشيل كل الشوائب وبيظبط الأملاح بتاعة الجسم كأنها كلى طبيعية، وبعد كده الدم بيعود تاني إلى المريض منقى كامل عادي زيه زي الدم المغسول طبيعي. إذا بتكلمنا بعد عن الحالات دكتور اللي تم معالجتها باستخدام هاي الوحدة، وحدة غسيل الكلى والخدمة المنزلية للبيوت. إحنا حقيقي دلوقتي عندنا عدد لا بأس به من الحالات، حوالي 15 مريض بيغسلوا في المنزل، بنوفر عليهم مشكلة إنه يروح لحد المستشفى يعمل الغسيل، بنوفر عليه أسلوب حياة طبيعي شبه طبيعي، لأن زي ما حضرتك عارفة لما بنعمل غسيل في المستشفى المريض بيبقى متأيد بمواعيد معينة لازم يروح في المعدة، ده ممكن يأثر على حياته، ممكن يأثر على شغله. احنا يهمنا بدرجة عالية جدا المريض يحيا حياة شبه طبيعية. احنا ممكن نعمل له الغسيل بالليل وهو نايم بحيث يصحى يومه كله طبيعي، يعيش حياته الطبيعية بشكل طبيعي أكثر. بشكل طبيعي بنقلل نسبة الالتهابات زي ما قلنا قبل كده، نسبة حياة طبيعية بتبقى للمريض، ده أهم حاجة بالنسبة لي. أنا حابة أعرف رأي المرضى اللي جربوا هاي الوحدة والخدمة دكتور، شو رأيهم؟ شو كان ردة فعلهم؟ حقيقي المرضى وأهليهم كانوا في منتهى السعادة، لأن زي ما قلت لحضرتك المريض وسط أهله، ما فيش عنده ارتباطات بمواعيد إجباري يروح المستشفى، المريض وأهله حاسين طبقا حتى للدراسات العالمية اللي معمولة في أماكن كتير الغسيل في البيت لا يقل كفاءة بأي شكل من الأشكال عن غسيل المستشفى أو حتى عن الكلى الطبيعية. وأهم من كده إن المريض بيبقى مرتاح وسط التيم بتاعه، عارف التيم اللي بيعمل له الغسيل هو ما بيتغيرش، متعود عليه نفس الفريق ما بيتغيرش، يجي البيت في الوقت اللي هو عايزه، بالليل الصبح قبل الشغل بعد الشغل، وبيبقى اموره متظبطه من غير اي مشاكل. دكتور يمكن في البعض يعتقد ان مثلا غسيل الكلى او بعض الحالات المفروض تكون في المستشفى اكثر من البيت، تكون صحيه اكثر، وجهه نظرك ورايك في هالموضوع. زي ما قلت لحضرتك طبعا احنا لا نستطيع ان احنا نقول ان الغسيل في المستشفى غير صحي. لا طبعا هو صحي، بس وجود المكنه واحده لكل مريض ده في حد ذاته شيء احسن. هو المريض عنده مكنه بتاعته، احنا لما بنعمل غسيل في المستشفى لازم نعمل تحاليل كامله للمريض عشان نتاكد ان ما فيش امراض او كده. في البيت كمان بنعمل نفس التحاليل، نفس الشيء وبنتاكد ان المريض كامله ما عندوش امراض، مهيئ تمام، وبتبقى برضه المكنه ليه هو مش لحد. كلمني عن خطر العدوى دكتور. هقول لحضرتك حاجة، من أسوأ الأشياء اللي بيعاني منها مريض الفشل الكلوي أو ضعف وظائف الكلى إن المناعة بتاعته عموما بتبقى ضعيفة. فبالتالي إحنا بنحتاج للمريض ده نجهز له مكان شبه معقم خاص بيه، لأن أقل حاجة ممكن تسبب له التهابات تأثر فيه على طول.
ففي الغسيل الكلى لما تبقى المكنه بتاعت المريض ده لوحده مش لحد تاني، ما بيبذلش مجهود شاق عشان يتنقل ويتحرك وبيبقى مرتاح، ده بيساعده أكتر على يرتاح في بيته، يعني بين أهله وبين ناس بالضبط، عايز يشوف مباراة كورة، عايز يشاي تابع مع أهله. الله يحفظهم يطول بعمرهم يا رب. التكلفة دكتور إذا بنتكلم، هل هي أقل تكلفة أو أكثر تكلفة من الغسيل في المستشفيات؟ حضرتك إحنا هي مبدئيا أقل من الغسيل في المستشفيات وأقل من أي حتة في العالم من جهة الغسيل المنزلي. وطبعا إذا حسبنا بس التنقلات والإرهاق وده كمان بفلوس، هاي روحها كم تسوى يعني بالزبط. إنك توفر عليها المشقة وهالتعب وهالإرهاق ويكون في بيته ومع أهله وناسه وعياله بالزبط. موجودين وياه، فهذه لهم سند بالنسبة له في هاي العملية غسل الكلى. بالضبط، وإحنا كمان عندنا يعني في NMC بروفيتا سبيكترم كامل من العلاج المنزلي، يعني احنا المريض لو محتاج اي حاجه غير الغسيل الكلوي بنقدر نوفر يعني، فيبقى مش محتاج حتى يروح المستشفى، وده بيأثر بشكل مباشر على المستشفيات، لان المستشفيات برضو السراير اللي فيها مش المفروض تتملى بمرضى ممكن يتعالجوا في البيت، لان في بيبقى ناس تانية عندهم أولوية أو احتياج للمريض العناية المركزة أكبر. أو في المستشفى نفسها، فإحنا بيبقى عندنا بنوفر كمان للمستشفى سراير للعلاج للناس اللي في حالة حادة محتاجة سرير دلوقتي. في نهاية هذا اللقاء وختام هذا اللقاء دكتور إذا بتكلمنا عن الهدف من توفير هاي الخدمات للمرضى وتوفيرها في البيوت وبتكلفة تكون أقل وصحية أكثر. زي ما قلت لحضرتك أهم حاجة بالنسبة لنا توفير أسلوب رعاية متميزة للمرضى، وفي نفس الوقت نحب ان احنا نوفر للمريض على قد ما نقدر اسلوب حياة طبيعي، يعيش حياة طبيعية زي ما هو معتاد، لان ده بيأثر في نفسيته اكيد. وطبعا مع تشجيع دولة الامارات العربية على الابتكار كنا من اوائل الناس اللي فكرنا ان احنا نبتكر الفكرة دي في للمرضى بتوعنا. اجمل شيء في الدنيا دكتور الابتكار والابداع في الخدمة الإنسانية وإضافة قيمة إنسانية، فما بالك في مهنة سامية وجميلة وإنسانية مهنة الطب. شاكرين وجودك اليوم معنا في صباح الخير يا بلادي، تمنياتنا بالتوفيق ونتمنى السلامة والعافية لكل المشاهدين اللي يتابعونا حاليا. شكرا لك دكتور. مشاهدينا مستمر